السلام عليكم، سيام حرش تريتور ايمن، الكاتب العام لتنسيقيه مدينه القنيطره التابعه للفيدراليه المغربيه لممولي الحفلات برئاسه السيد محمد رحال السلمي. في الحقيقه كنا بغينا يعني نتواصلوا مع جميع يعني شرائح المجتمع في مناسبه غير هذه المناسبه هذه، لاننا جينا كناديو وكان نددوا بهذه القرارات التعسفية اللي صدرت من الحكومة أخيرا في حق مموني الحفلات. عدة تساؤلات تطرح، لماذا ممول الحفلات بالضبط؟ لماذا في هذه الآونة هذه بعد شهر من الانطلاقة؟ هذه شهر باش يعني كان نداء أننا نرجعوا للعمل ديالنا ونستأنفوه. بالطبع هذا القرار هذا كان فرح الممولين كاملين، وبالتالي يعني مجموعه الممولين الا ما قلناش الكل يعني نادو كيستعدوا للموسم ديال الصيف، وبالتالي اقتنوا مجموعه ديال الماتريال كذلك الدجاج اللحم الى اخره، فمعروف يعني ميدان التموين وشنو شنو كيستهلك. فمن بعد شهر من النداء بالانطلاقه كنتفاجئوا بقرار تعسفي في حق الممول اننا يعني نمنعوا الاعراس والحفلات والجنائز كذلك، فهذا يعني قرار تعسفي. والسؤال يطرح، لماذا بالضبط الممول؟ كيفاش غيدير هذا الممول وكيفاش غادي يدير مع الشغيله ديالو؟ لان ما يخفاش علينا ان قطاع التموين كيشغل واحد النسبه مهمه من الفئه الهشه من المجتمع، فبالتالي لا الممول ولا الفئه اللي كتشتغل معاه شنو هو المصير ديالهم؟ ما نساوش كذلك اننا ما عذروناش في الضرائب، كما كانش التعويضات ديال لا سي ان اس اس يعني في الاونه الاخيره، بعض اللي تعوضوا البعض الاكثريه ما تعوضوش. فبالتالي يعني سؤال يطرح، علاش قاصدين بالضبط هذا القطاع هذا بالضبط؟ واش الهدف انه يحبس ويندثر هذا القطاع؟ لان هاد القرارات هذه هادشي اللي كتهدف، لان شنو غادي يكون كاع مصير هاد الممول في الاخر؟ غادي يهز يدو، غادي يعني الا ما مشاش للحبس راه غادي يعني لافايت ديالو. اذا يعني في الحقيقه يعني كان قرار تعسفي في جهتنا حنا، قرار غير منطقي بتاتا. شهر ديال الانطلاقه ومن بعد يقول لنا حبسوا، الناس عطاو العرابن ديالهم، الناس يعني استعدوا باش يحيوا الحفلات ديالهم، لا سيما وان الحدود تحلات، فالجاليه المغربيه دخلات وبزاف ديال الناس اللي جاوا باش يحيوا الاعراس ديالهم من برا وجاوا باش يحيوها هنايا. فسؤال يطرح، الى انا غادي نحبس هاد الاعراس؟ علاش غادي نحل هاد الحدود ونشجع هاد الناس هادو يجيو يحيوا الافراح ديالهم وسط المغرب ومن بعد نخليهم حتى يدخلوا ونسد عليهم؟ علاش غادي نشجع هذا الممول انه يمشي يقتني مشتريات ويقتني ويخسر مازال ويتكلف ويتسلف ويحط لا شك باش مورا شهر نقول له حبس ما كاين خدمه؟ واش انا شنو كيديروا؟ كيقولوا له نيشان سير الحبس، هذا هو هذا نيشان باش يقولوها، ما قالوهاش مباشره ولكن قالوها بطرق عده بانهم طلقوا لنا شهر ومن بعد قالوا لنا حبسوا. انا كنرفع نداء لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، فإلا ما نضرش هو لينا بعين الرحمه راه ما كاينش اللي هينضر ليه.